السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الحلقة السابعة من جيولوجيا. إذا من بعد ما كملنا السلاسل الجبلية وشفنا التشوهات التكتونية وظاهرة التحول، بقاونا جوج ديال الحلقات في الجيولوجيا بالنسبة للدرس، ومن بعد غادي ندخلوا للتمارين. إذا في هذه الحلقة ديال اليوم غادي نشوفوا ظاهرة الأناتكتية، وهي ظاهرة اللي مهمة بزاف بحال بحال التحول. وفي آخر فيديو غنشوفوا بعض التعاريف، مثلا تعريف المعدي المؤشر، السحنة التحول والسلسلة التحولية. إذا ما هي الأناتكتية؟ هذا هو الهدف ديال هذا الفيديو، هذا أننا نفهموا مزيان الأناتكتية، متفقين؟ إذا الأناتكتية هي واحد الظاهرة اللي كتعطيني الجرانيت، متفقين؟ إذا نشوفوا الجرانيت حنا قلنا فهي صخور تميز القارة. إلا عقلتوا معي في الفيديو الأول قلنا بأن الجرانيت صخور تميز القارة، كتكون غير في القارة، متفقين؟ إذا الجرانيت وعلاقته بالتحول، واش كاين شي علاقة ما بين الجرانيت والتحول اللي شفنا في الفيديو السادس؟ إذا لو جرانيت اي لو رولاسيون افيك لو ميتامورفيزم، متفقين؟ إذا حنا قلنا بأن الجرانيت صخرة تميز القارة، إذا كتكون غير في القارة، ما كنلقاهاش في المحيط. مزيان، حنا شفنا السلاسل الجبلية ثلاث أنواع، كاين سلاسل التمر والطفو، هادو كلهم كيدخل فيهم المحيط. التمر هو انغراز محيط تحت القارة، الطفو صعود محيط فوق القارة، متفقين؟ والاصطدام كنلقى قارة مع قارة. إذا مادام أن الجرانيت كاين غير في القارة، فغيكون فين؟ في الاصطدام، في سلاسل الاصطدام. إذا ركز معايا، ناخذ مثلا، هادي مثلا كاملة، هي قارة، متفقين؟ وهاد القارة تبريسات، عندي واحد القيوة تكتونية انضغاطية. إذا نبداو من هنا، إذا عندي واحد القيوة تكتونية انضغاطية على القارة. حنا شفنا بأن الصخور ديال القارة فيهم الطين، إذا الطين إلى تضغط، الطين إلى تضغط أيوقع عليه ظاهرة التحول، يكون ارتفاع في الضغط وارتفاع في الحرارة. إذا الطين غادي يعطيني شيست، هذا تحول ضعيف، الطين غادي يعطيني شيست، متفقين؟ الشيست إلى تزاد ليه الضغط والحرارة غادي يولي ميكا شيست، هنا تحول متوسط، والميكاشيست غادي يعطيني جنايس، وهنا عندي تحول قوي. إذا هادو كاملين كنا سميناهم بصخور متحولة، علاش؟ حيت في الحالة الصبر هي هادشي كامل كنا شفناه في الفيديو السادس، أن الطين ملي كيوقع ليه تحول مرتفع في الاخر كان سليب الجنايس. اذا هادو كاملين صخور متحوله في الحاله الصلبه. دابا الجنايس شفنا البنيه ديالو كيفاش دايره، بنيه الجنايس مورقه. اذا المعادن كتجمع على شكل وريقات ولا يمكن الفصل بينها، كيتضغط الجنايس مزيان كيوصل لاقصى درجات التحول كيولي على شكل وريقات، كتكون بنيه مورقه. اذا هنا حبسنا في التحول، حيت في التحول كيكون في الحاله الصلبه واقصى درجه التحول هو الجنايس. اذا الجنايس تزادوا الضغط والحراره، اذا شنو غيبدا يوقع للجنايس؟ غيبدا يوقع ليه انصهار جزئي، الجنايس غيبدا يذوب جزئيا. اذا ركز معايا، ندير الجنايس بلون احمر، هذا هو الجنايس، هادي صخرة الجنايس هي هادي. إذا الجنايس ملي كنبدا نضغطو مزيان وكتزيد ليه الحرارة كيبدا ينصهر جزئيا، كيوقع ليه انصهار جزئي. واش كينصهر كامل؟ لا، غير قطع منو اللي كينصهرو. إذا كيبدا ينصهر جزئيا، الصورة غنديرها بلون أسود، متفقين؟ إذا الجنايس كيبدا ينصهر جزئيا، وملي كينصهر جزئيا كيعطيني واحد الصهارة، ديك الصهارة شنو الطبيعة ديالها؟ جرانيتية. إذا هنا عندي صهارة
جرانيتية. مازيا، شو كتسمى هاد الظاهرة هادي؟ كتسمى بظاهرة الأناتكتية. كتسمى هي مزيان. إذا الجنايس مي كيبدا ينصهر جزئيا، الجنايس كينصهر جزئيا كيعطيني جرانيت، كيعطيني واحد الصهارة جرانيتية. وشنو كتسمى هاد الظاهرة؟ كتسمى هاد الظاهرة بظاهرة الأناتكتية. إذا هنا انصهار جزئي للجنايس كيعطيني صهارة جرانيتية، وهاد الظاهرة كتسمى بالأناتكتية. مزيان. إذا لاحظتي الحجم، الحجم ديال هاد الصهارة فهو صغير، إذا في كيبرد ما كيقدرش يخرج من الجنايس. إذا خصنا نفهموا هاد المعلومة اللي قلت مزيان. إذا الصهارة الحجم ديالها صغير، متفقين، ما كيقدرش يخرج من الجنايس، في كيبرد، كيبرد في وسط الجنايس. إذا وكتكون واحد الصخرة سميتها الميغماتيت، متفقين. إذا هاد الصخرة اللي تكونات شنو فيها؟ فيها بالأحمر الجنايس، وفيها بالكحل جرانيت. إذا كتسمى بالميغماتيت. إذا الجنايس مي كيبدا ينصهر جزئيا كيعطيني واحد الصهارة جرانيتية، كتبرد في وسط الجنايس وكتسمى بصخرة الميغماتيت. إذا هذه صخرة الميغماتيت. لا ميغماتيت. هنا كاين فيزيون، نديرو ترجمة. الاناتكتية هي الاناتكسي، والاناتكسي هو الفيزيون بارسيال ديال الجنايس، كي فورم ان ماغما غرانيتيك، صهارة غرانيتية، متفقين. مزيان. اذا ديك الصهارة، دابا حنا بغينا نعرفو البنية ديال الميغماتيت، بغينا نتعرفو على البنية ديال الميغماتيت. اذا الميغماتيت، صخرة الميغماتيت، شنو فيها الميغماتيت؟ الميغماتيت الغالبية ديالها غنايس، ها هو اللي بالحمر، 90% منها غنايس، وفيها شوية ديال الجرانيت. إذا فالميغماتيت خليط، خليط ما بين الجنايس والجرانيت. إذا الميغماتيت ها هي شنو فيها؟ فيها غنايس زائد جرانيت. دونك لا ميغماتيت فيها غنايس بلس غرانيت. اذا الجنايس كيفاش دايره البنيه ديالو؟ الجنايس، الجنايس البنيه ديالو مورقه، اذا هذه صخره متحوله، ها هي البنيه ديالها مورقه على شكل ورقات كما قلنا. الجرانيت، الجرانيت فهي صخره صهاريه، ولا عقلتوا معي في الفيديو الثاني شفنا بان الصخور الصهاريه عندهم بنيتين، الصخور الصهاريه عندهم بنيتين، كاين بنيه محببه وبنيه ميكروليتيه، متفقين. اذا البنيه المحببه انه كيكون عندي تبريد لتحت في العمق، كتكون بين لورا حدا بين لورا، اذا هذه كتسمى بنيه محببه، متفقين. اذا الجرانيت فين برد الجرانيت؟ الجرانيت دار تبريد في العمق، برد لتحت، ها السطح هو هذا، هذا هو سطح الارض، هو برد هنا لتحت، الصهارة بردت لتحت، إذا غتكون بنية محببة عند الجرانيت زائد محببة. إذا الميغماتيت عندها بنيتين، علاش عندها بنيتين؟ حيت الميغماتيت عبارة عن صخرتين، فيها صخرتين، فيها الجنايس والجرانيت، إذا عندها البنية ديال الجنايس مورقة وبنية محببة، إذا نقدروا نقولوا بأن عندها بنية مزدوجة، هاهي بنية مزدوجة. إذا لا ميغماتيت عندها الجنايس، الجنايس عنده بنية فولي يعني مورقة، بلس غرونو محببة، دونك نقول بأنه عنده ستريكتور ميكست، بنية مزدوجة، متفقين. إذا دابا حنا وصلنا للميغماتيت. الميغماتيت إلا تزاد ليه الضغط والحرارة، ازدياد في التحول، يعني تزاد عليه الضغط والحراره، شنو غيوقع لذاك الجنايس اللي باقي ما انصهرش؟ اذا الجنايس اللي باقي ما انصهرش بالاحمر غينصهر كليا، متفقين. اذا هنا غيولي عندي انصهار كلي، الجنايس كامل انصهر.
اذا الا درنا الكنايس بلون احمر، ها هو الكنايس بلون احمر هو هذا. ها الكنايس باقي ما انصهرش، بدا كينصهر، ظهرات صخره الميغماتيت، بان عندي الجرانيت بلون اسود. داكشي اللي بالاحمر داب كامل، انصهر كليا، اذا ولات عندي صهاره. والكنايس ما كينصهر شنو كيعطيني؟ جرانيت. اذا هاد الصهاره كامله فهي عباره عن جرانيت، متفقين؟ اذا هنا تكونت عندي صهاره جرانيتيه. حنا الصهاره دائما اذا لقات من تصعد نحو السطح، الى الصهاره لقات كيفاش تطلع نحو السطح غتطلع، ما لقاتش كيفاش تصعد غدير تبريد في بلاصتها. اذا عندي احتمالين، سواء الاحتمال الاول غدا تبرد في بلاصتها، متفقين؟ اذا غدا تبرد في المكان ديالها، ما لقاتش واحد الفجوه من تطلع، غدا تبرد هنا، وهنا غيتكون عندي جرانيت انا تيكتي. ركز معايا مزيان في هذه القضيه. اذا تكونات عندي واحد الصهاره، ديك الصهاره غتبرد في بلاصتها، هذا هو الاحتمال الاول، انها غادا تبرد في بلاصتها. يعني شنو غادا تعطيني؟ غتعطيني جرانيت، لان الكنايس ما كينصهر كيعطيني الجرانيت. علاش سميناه باناتيكتي؟ نسبه للاناتيكتيه، متفقين؟ حيت الاناتيكتيه هو الانصهار الجزئي للكنايس، اذا برد في بلاصتو كيتسمى جرانيت اناتيكتي، جرانيت اناتيكتيك. إذا كيفاش غتكون البنية ديالو؟ محببة، غوني، بنية محببة، غوني. إذا هاكا كيتشكل الجرانيت الأناتيكتي، متفقين؟ الإحتمال الثاني أن هاد الصهارة غادا تلقى واحد الفجوة وغادا تصعد. إذا الإحتمال الثاني أن هاد الصهارة لقات واحد الفجوة، فين غادا تصعد؟ إذا ركز معايا مزيان في هادشي اللي غادي نقول. هانت كتذكير، عندي الطين، طين تعرض إلى تحول متزايد، طين ولا شيست، ميكا شيست، جنيس، هادشي كامل صخور متحولة، أنا كنهضر غير على التحول. الجنيس مي كيتزادو الضغط والحرارة كيبدا ينصهر جزئيا، كنسمي هاد الظاهرة بالأناتيكتية. الأناتيكتية هو انصهار جزئي للجنيس وكتكون صهارة جرانيتية. إذا مين كينصهر جزئيا كيعطيني واحد الصخرة سميتها الميغماتيت. الميغماتيت تساوي جنيس زائد جرانيت، وعندها بنية مزدوجة. إلا تزاد الضغط والحرارة على الجنيس كامل كينصهر كليا، كاع داكشي اللي بالحمار كينصهر كيولي في لون أسود اللي هو الجرانيت. إذا كيتكون واحد الجرانيت، واحد الصهارة، الصهارة إما غادا تبرد في بلاصتها، متفقين؟ إلا ما لقاتش من طلع كتبرد في بلاصتها، لقات واحد الفجوة، واحد الفجوة، واحد الشقة فين طلع غادا تطلع مع ديك الشقة. إذا الإحتمال الأول أنها ملقاتش، بردات في بلاصتها، حيت هاد البلاصة كاملة فيها الصخور، متفقين؟ بردات في بلاصتها، إذا كيتكون جرانيت أناتيكتي بنية محببة. الإحتمال الثاني أن هاد الجرانيت غيندس، سيندس وسط الصخور، حيت هنا شنو كاين هنا؟ هنا راه كاين الصخور، وهنا كاين واحد التشقق، إذا غيتكون عندي جرانيت إندساسي. اندساسي علاش سميناه اندساسي؟ لانه اندس وسط الصخور. اذا هنا غيتكون عندي جرانيت اندساسي. علاش سميناه اندساسي؟ لانه اندس وسط الصخور. اذا ها هي هنا الترجمه، جرانيت انتروزيف، متفقين؟ اذا هذا هو الاحتمال الثاني، انه غيندس وسط الصخور، متفقين؟ ولكن ما غيصعدش للسطح، ما غيصعدش حيت ما عنديش بركان ديال الجرانيت، ما كاينش. اذا ديما الجرانيت كيبرد لتحت، غير واحد كيبرد يعني في العمق، يعني في واحد العمق كبير، والاخر كيقرب من السطح وما كيخرجش للسطح، متفقين؟ إذا هذا جرانيت اندساسي، شنو غتكون البنية ديالو؟ تا هو برد لتحت. إذا أي صهارة بردت لتحت عندها بنية محببة، خرجت للسطح بنية ميكروليتية، هذا ما خرجش للسطح، إذا الجرانيت ديما عنده بنية محببة. دونك هنا بنية
محببة هنا ستريكسيور غولمي مزيان. إذا مابقاش آخر معلومة غادي نضيفها بالنسبة لهاد الكرانيت، ركز معايا مزيان. هاد الصهارة هادي، هاد الصهارة اللي كانت عندها 2000 دوغري، تخيل معايا بأن عندها 2000 دوغري، وطلعات وتخشات وسط الصخور، هاد الصخور المجاورة كيفاش دايرة الحرارة ديالها مقارنة ب2000؟ فالحرارة ديال هاد الصخور صغر من 2000، حيت كل ما كنطلع الحرارة كتبرد. إذا هنا هاد الصهارة وهي كطلع، شنو كدير ديك الصخور المجاورة؟ كتأثر عليها بفعل الحرارة. أنت عندك شي حاجة سخونة، شي حاجة سخونة وخشيتيها هنا ما بين هاد الجوج، شنو غيوقع؟ إذا هادو غيتأثروا بفعل الحرارة. إذا نفس الحاجة، عندي صهارة جرانيتية عندها حرارة مرتفعة وندست وسط الصخور، شنو غدير لهاد الصخور المجاورة؟ غتأثر عليها بفعل الحرارة. متفقين؟ إذا هاد المنطقة كاملة هاي اللي غندير بلون أحمر، هذه كامل درت بلون احمر، فهي منطقه متاثره بفعل الحراره. اذا شنو كنسميها؟ كنسميها بهاله تحوليه. اذا شنو هي هاله تحوليه؟ الهاله التحوليه هي ديك المنطقه اللي تاثرات بفعل الجرانيت الاندساسي، بفعل الجرانيت الاندساسي كنسميها هاله تحوليه. اذا ديك المنطقة اللي تأثرات كتسمى هالة وتحولات، مابقاتش في نفس الشكل اللي كان في الأول. إذا عندي هالة تحولية هي المنطقة المتحولة بفعل الجرانيت الاندساسي. إذا سميتها باللغة الفرنسية أوريول ميتامورفيك. إذا هاد الأوريول ميتامورفيك أو الهالة التحولية كنلقاها غير في الجرانيت الاندساسي. متفقين؟ مزيان. اذا هاد المنطقه المتحوله فهي وقع عليها تحول بفعل الحراره. اذا جرانيت اندساسي كمعلومه، جرانيت اندساسي شنو كيعطيني؟ كيعطيني تحول حراري. اذا شفنا تحول دينامي في مناطق التمر، تحول دينامي حراري في مناطق الاصطدام. اذا فين كيكون التحول الحراري؟ التحول الحراري كيكون في الجرانيت الاندساسي. متفقين؟ اذا هذه المنطقه تعرضت لتحول وتسمت هاله تحوليه، ونمط التحول فهو تحول حراري او عنده سميه اخرى بين قوسين تماس. اذا علاش سميناه بتماس؟ لان السهاره، الصهارة في تماس مع الصخور. إذا هنا في الجرانيت انتروزيف كيكون عندي ميتامورفيزم تيرميك أو د كونتاكت. إذا هنا غندير ميتامورفيزم تيرميك اونتر بارونتيز كونتاكت. اذا هادشي اللي كان بالنسبه للجرانيت. هادو هما المعلومات اللي خاصك تعرف في الجرانيت، ان الطين، الطين كيولي جنيس، طين شيست ميكا شيست جنيس، هادو صخور متحوله. اذا ملي كنوصل لاقصى درجه التحول فالجرانيت كيبدا كينصهر جزئيا، ديك الساعه كنخرج من الصخور المتحوله وغنبدا ندخل للصخور الصهاريه لي غوش ماغماتيك. متفقين؟ إذا ملي كيبدا ينصهر الجرانيت جزئيا كتكون الميغماتيت. الميغماتيت هي خليط ما بين الجرانيت والجنيس. ملي كيتزاد التحول كيولي عندي صهارة جرانيتية. الجرانيت إما كيبرد في بلاصتو جرانيت أناتيكتي، أو كيصعد عبر واحد الشقة كيتسمى جرانيت إنديساسي لأنه اندس وسط الصخور، جرانيت أنتريزيف. ملي كيصعد وسط الصخور كيدير واحد التحول، تحول بفعل الحرارة فقط. متفقين؟ إذا كيتسمى تحول حراري. اذا هادشي اللي خاصك تعرف بالنسبه للدرس ديال الاناتيكتيا. متفقين؟ اذا الجرانيت، فالجرانيت الاصل ديالو شكون؟ الاصل ديالو طين. الجرانيت الاصل ديالو طين.
إذا فوق الطين تحول، إذا كاين علاقة ما بين الجرانيت والتحول، حيت الجرانيت الأصل ديالو شنو؟ غير تحول في الصخور، الصخور تحوله. زائد معلومة أخرى أن الميغماتيت، الميغماتيت صخرة وسيطة، ما هي متحولة، حيت هي شوف فين جات الميغماتيت، جات الوسط، سيت اون غوش انترميديير، جات الوسط ما بين الجنيس والجرانيت. الجنيس صخرة متحولة والجرانيت صخرة صهارية. ما هي متحولة؟ ما هي صهارية؟ جات الوسط بيناتهم، متفقين؟ علاش؟ حيت فيها صخرة متحولة وفيها صخرة صهارية، هي الجرانيت جات الوسط بيناتهم. إذا هادشي اللي خاصك تعرف بالنسبة للدرس ديال الأناتكتية وكيفية تشكل الجرانيت. إذا نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله اللي غيكون حول بعض التعاريف المهمة اللي كنلقاهم في الجيولوجيا.